عناوين النشرة: علي حسن خليل الجديد، نقترب من الوصول إلى حكومة جامعة. أصبح واضح لدى كل القوى الأساسية بالسير بحكومة جامعة. وبري يبحث مع جنبلاط مساعي التأليف. لافروف يلتقي كلا من الحريري والجربة. أصدقاء سوريا يحثون الائتلاف على المشاركة في جنيف. وظريف من لبنان: نسعى إلى إقامة أفضل العلاقات الأخوية مع هذه المملكة. الجديد يجول في مخيمات الأكراد السوريين في أربيل. هون يعني أكثر من تركيا من لبنان في أمان. وفي النشرة: الفصل الأخير من خلاف نجوى ملحم $300,000. مساء الخير. قياساً على نوايا الأطراف المعنية بالتشاور الحكومي، فإن الولادة الحكومة الجامعة تدق الأبواب. مريدوها كثر من هنا إلى الخارج، ومعارضوها من الممكن ترويضهم أو السير من دونهم. ووفقاً للمعاون السياسي للرئيس بري، فإننا نقترب من الحكومة الجامعة، وهذا الأمر يعزز من خلال حركة الاتصالات المباشرة وغير المباشرة. وأعلن الوزير علي حسن خليل أن اللقاء مع الرئيس فؤاد السنيورة غدا لن يكون مخصصا للإجابة على الأسئلة، ولسنا أمام شروط، معتبرا أن الرئيس سعد الحريري جدي في تبني خيار الحكومة السياسية. وكانت آخر حلقات التشاور في عين التينة بين الرئيس نبيه بري ووليد جبلاط قد انتهت إلى أجواء إيجابية، فيما ترددت أنباء لم يتم تأكيدها أن العماد ميشيل عون سيلتقي الرئيس الحريري في باريس أو روما، غير أن هذا الخبر لم يشفع له أي مصدر من طرفي عون والحريري معا. وسواء بحصول اللقاء أو عدمه، فإن قطار التسويات يسير على سكة دولية يتأثر بها لبنان، ففي المنطقة والعالم لم يعد هناك من لا نافية للحل. جنيف 2 تستوي على النار السورية. البيت الأبيض أعلن موعد تطبيق الاتفاق النووي مع إيران. الروس والأمريكيون في قمة الغرام. لافروف مع كاري، ولافروف مع سعد الحريري ومع أحمد الجربة للمرة الأولى. العراق يقاتل القاعدة بالأسلحة الأمريكية. داعش تنحدر نزولا من الأنبار إلى سوريا. الفاتيكان يدخل مرة ثانية على خطوط الأزمات السياسية، فيوفد مبعوثين إلى لبنان ويستقبل قادة موارنة بينهم العماد ميشيل عون. كل الدروب سالكة نحو التسويات، بما فيها تسوية نزاع ملحم بركات ونجوى كرم، وإقدام أبو مجد على دفع المستحقات لشمس الغنية. المتغيرات السياسية تسهم بها إيران، التي أطل وزير خارجيتها أحمد ظريف على لبنان ليجري محادثات غدا يعتقد أنها ظريفة، لشمولها قوى من 8 و14 من أذار، كما أكدت مصادر السفارة الإيرانية في بيروت. أعلن الوزير علي حسن خليل الاقتراب من الوصول إلى حكومة جامعة، وقال في اتصال مع برنامج الأسبوع في ساعة أن الرئيس سعد الحريري جدي بتبني خيار الحكومة الجامعة ويساهم مساهمة جدية للوصول إليها. أصبح واضح لدى كل القوى الأساسية بالسير بحكومة جامعة، بعد أن كثر الحديث بلحظة من اللحظات عن حكومة لها مسميات مختلفة، لكن اختصارا أنها لا تشكل نقطة التقاء بين مختلف الأطراف اللبنانية. اليوم بلش الحديث عند أصحاب القرار، فخامة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة المكلف، معظم القوى السياسية الأساسية عم تحكي عن ضرورة الوصول إلى تفاهم حول حكومة تجمع كل هذه الأطراف، تكون قادرة على مواجهة هالمرحلة الصعبة اللي عم يمرق فيها البلد. خلنا نكون واضحين، نحن
لسنا أمام أسئلة تحتاج إلى إجابات، وليس هناك من شروط مطروحة علينا للقبول فيها أو عدم القبول فيها. هناك نقاش مفتوح حول كل ما يتعلق بتشكيل الحكومة. نحن لدينا بعض الأسئلة والاستفسارات، الطرف الآخر لديه أسئلة واستفسارات. الأمر يحتاج إلى نقاش. لقاء الغد هو محطة من محطات النقاش وليست محطة للإجابة على تساؤلات أو استفسارات أو شروط. الأمر هو استكمال لنقاش. نحن لدينا وجهات نظر والطرف الآخر لديه وجهات نظر. في عين التيني، رئيس مجلس النواب نبيه بري استقبل مساء اليوم رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جملاط والوزير وائل أبو فعور بحضور الوزير علي حسن خليل، وجرى عرض للتطورات الراهنة والمساعي الجارية لتشكيل الحكومة. في باريس، الرئيس سعد الحريري اجتمع بوزير خارجية الروسي سيرجي لافروف مساء اليوم في العاصمة الفرنسية، وتناول اللقاء بحث تفصيلي للأوضاع في لبنان والمنطقة. حضر اللقاء إضافة إلى الحريري ولافروف نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ومدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الروسية سيرجي فيرشنين ومدير مكتب الحريري نادر الحريري ومستشاره للشؤون الروسية جورج شعبان. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مؤتمر صحفي عقب وصوله إلى مطار بيروت الدولي أن طهران تسعى إلى أفضل العلاقات مع الرياض لأنها تؤسس إلى الاستقرار والسلام في المنطقة. وفيما يتعلق بمشاركة إيران في مؤتمر جنيف 2 قال: إذا وجهت لنا دعوة غير مشروطة مسبقا سنشارك في هذا اللقاء، ولكننا لا نسعى للحصول على مثل هذه الدعوة، لافتا الانتباه إلى أن الرسالة التي نوجهها إلى المقيمين على مؤتمر جنيف هي ألا يفسح المجال أمام المواقف التي تعقد الحل السياسي. نحن في هذا الإطار نود أن نقدم التهنئة والتبريك إلى الحكومة اللبنانية الشقيقة على الإنجاز الكبير الذي حققته في فترة زمنية قياسية، إذ أنه بعد فترة زمنية قصيرة من الانفجار الإرهابي الذي استهدف سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت استطاعت من خلال مساعيها الجادة والدؤوبة في إلقاء القبض على الإرهابي الأساسي المسؤول عن هذا الانفجار الآثم وهو مجد الماجد. وبالتالي نحن لا يسعنا إلا أن نشكر الجهود الدؤوبة التي بذلتها الحكومة اللبنانية في هذا الإطار. نود أن نؤكد أننا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية نسعى إلى إقامة أفضل العلاقات الأخوية مع هذه المملكة، أولا على صعيد العلاقات الثنائية، وثانيا لأننا نعتقد بجد أن مثل هذه العلاقات إن تعززت فسوف تؤثر بشكل إيجابي على إرساء السلام والعدل والاستقرار والأمن على صعيد ربوع هذه المنطقة. فمن هنا نحن نرحب بأي لقاء رسمي بين البلدين على أي مستوى من المستويات. الرسالة التي نوجهها إلى القيمين على أعمال مؤتمر جنيف 2، فنحن نأمل منهم ألا يفسحوا المجال في الرؤى والمواقف السياسية التي من شأنها أن تعقد الآلية المؤدية إلى إنضاج الحل السياسي في سوريا. النائب علي عون أعلن من برنامج الحدث أن التيار الوطني الحر لن يعلن موقفه من التطورات الحكومية قبل أن يتم التواصل المباشر معهم. أنا شايف شعوري أنه رح يصير في حكومة جديدة قبل جنيف 2، بعتقد أنه ما بتتخطى هالمهلة. بموضوع المفاوضات الحكومة نحن نفاوض عن نفسنا، طيب وبانتظار أنه تأتي المعطيات لعنا. هلأ إذا في من أمور عم تنبحث مع أفريقا آخرين عظيم، بس تجهز رح ترجع توصلنا يعني المعطيات فيما يخصها. في البعض منا يمكن وصل والبعض الآخر برجع بيوصل. وهلأ النقاش الحاصل هلأ 48 ساعة بشكل أساسي على البيان الوزاري، وبعدين أكيد حيصل نقاش إذا انتهى هذا إيجابا، وإن شاء الله بينتهي إيجابا، بيصير في الجو يعني مثل المرحلة الأخيرة من التفاوض، هي مرحلة حقائب وأسماء، وهيدي بتكون الحيز يعني بتكون ال 100 متر الأخير إذا بدك. هلا في يكون كيلومتر كمان مش 100 متر حسب. مؤتمر أصدقاء سوريا في باريس يحث المعارضة السورية على المشاركة في مؤتمر جنيف 2، ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري يعرب عن ثقته بحضور جماعات المعارضة السورية للمؤتمر المقرر في 22 من الشهر الحالي.
حثت مجموعة أصدقاء سوريا الائتلاف الوطني السوري المعارض على المشاركة في مؤتمر جنيف 2 وتأليف وفد المعارضة السورية، مشددة على أنه طالما بقي الرئيس الأسد في السلطة لا أمل في إرساء الاستقرار والسلام في سوريا والمنطقة. ودانت المجموعة في بيان عقب انتهاء الاجتماع الذي عقد في باريس الفظائع التي يرتكبها النظام يوميا ضد شعبه، وكذلك وجود المقاتلين الأجانب في سوريا سواء أكانوا من المقاتلين إلى جانب النظام أم من المقاتلين ضمن المجموعات المتطرفة. وأكدت قناعتها بأن الحل الوحيد للنزاع يكمن في عملية الانتقال السياسي الحقيقية التي تقوم على التطبيق الكامل لإعلان جنيف، ورأت أن فكرة إجراء انتخابات رئاسية ينظمها النظام ويكون الأسد مرشحا فيها تتناقض تناقضا تاما مع مسيرة جنيف 2. وعقب الاجتماع شدد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية القطري خالد العطية على أن لا حل في سوريا إلا من خلال الحل السلمي. إن مؤتمر جنيف 2 هو أفضل فرصة لجمع النظام والمعارضة من أجل التفاوض، وعلى السوريين التوصل إلى حل لإنهاء العنف وسفك الدماء، لأنه ليس هناك من حل عسكري للنزاع في سوريا. أنا ووزير الخارجية القطري هنا وكذلك أعضاء مجموعة لندن 11 سنواصل الضغط من أجل جمع الشركاء الدوليين باتجاه حل دبلوماسي للأزمة السورية. نحن مستعدون للذهاب إلى جنيف، ولا ينبغي الاستخفاف بالمؤتمر الذي سيضم جميع الأطراف للبدء بالمفاوضات للتوصل إلى حل سلمي للنزاع. وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قد شدد على وجوب انعقاد مؤتمر جنيف 2 حول سوريا المقرر بعد 10 أيام في سويسرا ونجاحه، لأنه ليس ثمة حل آخر للمأساة السورية سوى الحل السياسي. نكرر قناعتنا الكاملة بأن العملية الانتقالية السياسية الكاملة هي الوحيدة التي تضع نهاية للنظام الدكتاتوري في سوريا، وهذا هو هدف مؤتمر جنيف 2 الذي يجب أن ينعقد وسط قناعة دولية وإجماع كامل على أن الحل السياسي هو الضمان الوحيد لوضع حد للمأساة السورية، وليس هناك إمكانية للحل السياسي إذا لم ينعقد المؤتمر. وفيما لا تزال مشاركة المعارضة السورية في المؤتمر غير مؤكدة، أعلن رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربة أنه اتفق على ألا مستقبل الأسد في سوريا. أهم ما في هذا الاجتماع اليوم إننا جميعا متفقين إنه ليس للأسد مستقبل في سوريا ولا لعائلته، كما أن عملية تسليم السلطة بكل مؤسساتها أصبحت اليوم موضع إجماع واضح ومدون لا مجال للنقاش فيه. إننا نقف اليوم أمام منعطف تاريخي ومفصلي في إطار القرار الدولي اتجاه الثورة السورية. يمكن أن نقول إن إنجاز كبير اليوم على طريق تنحية رأس النظام ومن معه. هذا وشهد اجتماع باريس لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ورئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربة، وذلك للمرة الأولى. وقال لافروف أثناء اللقاء: أتفهم أن ما يشغلكم قبل كل شيء هو مصير وطنكم، نحن أيضا مهتمون بمصير الشعب السوري. وفي دمشق شارك الرئيس السوري بشار الأسد في إحياء ذكرى المولد النبوي في جامع الحمد الواقع في حي المهاجرين في شمالي غربي العاصمة، بحسب ما أظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي السوري. وأظهرت اللقطات الرئيس الأسد وهو مرتد سترة داكنة وربطة عنق رمادية اللون ويؤدي الصلاة في المسجد، وإلى يمينه وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد، وإلى يساره المفتي الشيخ أحمد بدر الدين حسون، كما بدا في الصف الأمامي رئيس الوزراء وإلى الحلقة. يختلف أكراد سوريا عن أي نازحين آخرين، فهؤلاء غادروا أرضهم في سوريا إلى أرضهم في كردستان العراق. كاميرا جديد تجولت في مخيم كوراكوسك في أربيل، تحقيق للزميلة رشا الكرم. هنا كردستان، وهنا عاصمة كردستان إربيل، وهناك الجيش الكردستاني وتحديداً أو ما يعرف بالبشمركة. من على يميني هؤلاء أو هذه الخيام وهؤلاء الأشخاص هم سوريون أكراد يظللهم العلم الكردي. ما هي معاناتهم؟ ما هي مشاكلهم؟ وما هي احتياجاتهم من أطفال وشيوخ وباعة وطلاب؟ تحت شمس آب الماضي نزح أكراد سوريا عبر الحدود العراقية إلى كردستان العراق، نزوح لم يكن كغيره،
فهنا إخوان لهم، فالدم واحد والحلم واحد والقضية واحدة. فشمس سوريا الحارقة وتطوراتها اللاذعة لا تدعو إلى التفاؤل ولا إلى الأمن ولا إلى الأمان، فنزحوا. ولأن اسم النازحين السوريين ارتبط بالمأساة والتقصير تجاههم، فما يحصل عليه هؤلاء قد يكون صعب المنال حتى على بعض الشعوب العربية. فلسكان هذه الخيم 2300 مركز يوفر لهم فرص العمل خارج المخيم، أما في داخله فالحال ترضي ساكنيه من باعة ومحال تجارية ومطاعم ومدرسة وحتى صالة سينما في الصيف الماضي. احنا هون مرتاحين الحمد لله، مبسوطين، ويعني في أمان هون، كل شيء فيه. أي هي خيمتك؟ هاي خيمتي. هاي؟ إيه. هون بتنامي؟ إيه. وين؟ فينا نفوت؟ أهلا وسهلا. بتفوتي معي؟ فوتي معي. فوت. هون؟ هون كم شخص؟ احنا ثلاثة هون. ثلاثة؟ ايه ثلاثة هون. وهيدي الصوبيا كل خيمة عندها صوبيا؟ ايه عنده، في خيمات ثلاثة كمان في. ايه صوبيا في عندنا كثير الحمد لله، وفي غاز و في خبز، في مي، في كهرباء، يعني احنا مرتاحين هون. شوف شغله انه عم تلعب ورق. ايه ايه ما يجي صبري سلاي. ما عندنا صعوبات كصعوبه كامرجنسي، احنا سوينا كل شيء لهم. ثلاث ايام انطيناهم الكهرباء لل 500 عائله. وزاره صحه اربيل موجود هنا. ليش ما رحت على المخيمات الموجوده بتركيا ولا بالاردن ولا لا. ليه ما جيت على لبنان؟ والله بحس هون امان، هون يعني أكثر من تركيا من لبنان في أمان. ليه؟ هيك يعني صراحة هاي مكاننا، هاي مكاننا ومكان رئيس، يعني رئيسنا كمان مسعود برزاني رئيسنا كمان، وإحنا أمان عندهم. وين عم تشتغل؟ كيف تشتغلوا أنتم؟ والله عامل بسطة. عامل بسطة؟ فينا نشوفه؟ بس في سوق هون؟ في عالم تشتري؟ ايه في عالم عم يشتغل. لا في عالم تشتري. ايه هلا بعت قطعة. قد ايه سعرهم؟ بيو 5.5 ألف يعني دينار. مقارنة مع برا أرخص بكتير. لا مقارنة برا أرخص بكتير، هون رخيص. وأنت من وين جايبهم هدول؟ والله في واحد ابن عمي ساكن هون بالمنطقة جاوراغوسك، هو جايب لي اياهم، يعني عم بيع مربح بالنص يعني. بتطلع مصرياتك؟ مربح بالنص. ايه والنص تبعولك شو بتعمل فيه؟ نشتري بنعيش فيه. اكثر من 2600 اقامه انطيناهم للاخوان السوريين. ها؟ هون شو مرتاح؟ هون الحمد لله مرتاحين. عندك امل انه حترجع على سوريا؟ والله ما بعرف، ما امل الله. نرتب الحال لهم كانه يعوشوا الى الابد يعني. هل لانهم اكراد؟ لا. جدي لا، ولكن كوضع إنساني 95% هم أكراد اليوم. طبعا كوضع إنساني بالأول، ويمكن بالناحية الأخرى يمكن يقولون كرد. غدا في الجزء الثاني. شو فاتح محل خياطة؟ عندك زبونات؟ أهلا بكم من جديد. من هو الجيش السوري الإلكتروني وما هي أبرز إنجازاته في التقرير التالي؟ الأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من عامين أوجدت جيوشا من أشكال مختلفة. الجيش السوري الإلكتروني هو مجموعة شبان ناشطين في العالم الافتراضي أثبتوا وجودهم بعد اختراقات عدة قاموا بها لكثير من المواقع العالمية. هم مجموعة افتراضية من الناشطين المؤيدين للحكومة السورية، يستهدف بعملياته الافتراضية المواقع المعارضة أو المتعاونة مع المعارضة. أحدث هجماتهم اختراق حساب شركة مايكروسوفت على موقع تويتر، ونشرت عليه عدة تغريدات حرضت في إحداها على عدم استخدام خدمات البريد الإلكتروني الخاصة بشركة مايكروسوفت كخدمة هوت ميل وأوتلوك، وذلك لأن مايكروسوفت تراقب حسابات البريد الإلكتروني وتبيع البيانات للاستخبارات الأمريكية ولأطراف حكومية أخرى.
كما خرق الجيش السوري الإلكتروني حسابات مرتبطة بالرئيس الأمريكي باراك أوباما على موقع تويتر، وبرر ذلك بأن أوباما لا يجد أي مشكلة أخلاقية في التجسس على العالم، ولذا أخذنا على عاتقنا رد الخدمة. اختراق موقع تابع لمشاة البحرية الأمريكية، حيث وضعت رسالة لمشاة البحرية تدعوهم إلى التفكير في التحالف الذي يجمع أوباما وتنظيم القاعدة. اختراق عدة حسابات لصحيفة ديلي تيليغراف البريطانية على موقع تويتر، ونشر مقاطع فيديو لإعدامات قام بها معارضون. اختراق صفحة وكالة الأسوشيتد بريس وبث خبر عاجل تحدث عن إصابة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بجروح جراء انفجارين في البيت الأبيض. اختراق موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي وبث خبر مفاده تعطلت محطة الأرصاد الجوية في السعودية بعد ارتطام جمل بها. اختراق موقع وزارة الخارجية القطرية وبث وثائق قيل أنها مراسلات سرية حصلت بين الجانبين القطري والأوكراني، وقد سعت دولة قطر إلى ابتزاز أوكرانيا من خلال استغلال قضية المدونة الأوكرانية أنهار كوتشنيفا التي احتجزت من قبل مسلحين في سوريا لأكثر من 150 يوما، وكله بحسب الجيش السوري الإلكتروني. اختراق حوالي 50 موقعا حكوميا إسرائيليا ردا على الغارة الإسرائيلية على مركز أبحاث عسكرية بالقرب من دمشق. اختراق موقع القوات البرية الملكية السعودية، موقع وزارة الدفاع السعودية، موقع صناعات الدفاع السعودية، وموقع القوات البحرية الملكية السعودية وغيرها. شقيقان فرنسيان يكشفان حقيقة رعب أوروبا من جهاديها. نيكولا وجان دانيال فرنسيان من أب وأم فرنسيين، شقيقان من تولوز اعتنقا الإسلام، ذهبا إلى سوريا لنصرة الجهاديين وقتلا. أخوان غير شقيقين يمثلان حقيقة الرعب الأوروبي، فأكثر ما باتت تخشاه أوروبا هو جهاديوها، فكيف إذا كانوا من جذور فرنسية وليسوا من حاملي الجنسية فحسب؟ قصة هذين الشابين شغلت الإعلام الغربي والعربي على السواء بعد ورود خبر مقتلهما تباعا. الأول وهو جان دانيال البالغ من العمر 22 عاما والذي قتل في مطلع آب الماضي، أما نيكولا الثلاثيني الذي كان قد زف لوالديه وصول أخيه إلى الجنة فقد قتل في أواخر كانون الأول الماضي في عملية انتحارية نفذها في محافظة حمص وقتل فيها أكثر من 7 أطفال قرب مدرسة ابتدائية. وكان نيكولا قد أبلغ والديه غير المتدينين اعتناقه الإسلام عام 2009. قبل ذلك كان نيكولا قد واجه صعوبات في المدرسة وضل طريقه في أوائل العشرينيات من عمره، فاعتاد تدخين حشيشة الكيف وأقدم على الإتجار بالمخدرات ما أدى إلى صدور أحكام قضائية عدة بحقه. وبحسب عائلته فإن هذا السلوك توقف بين ليلة وضحاها عندما اعتنق نيكولا الإسلام وبات يتردد على مسجد في مدينته تولوز. وفي عام 2011 اعتنق جان بدوره الإسلام تحت تأثير نيكولا. وفي أذار من العام الماضي أخبر الأخوان العائلة نيتهما السفر إلى تايلاند للاستجمام، لكنهما توجها إلى سوريا وذلك عبر برشلونة ثم تونس مرورا بتركيا فسوريا. وبعد شهر تقريبا بعثا برسالة كشفا فيها مكان تواجدهما، ثم جاء التسجيل المصور الذي هز وجدان العائلة. أنا أخوكم في الله أبو عبد الرحمن، أنا فرنسي، هدف الفيديو دعوة الإخوة لرؤية حقيقة الأمور ودعوتكم لترك فرنسا والقيام بالهجرة والمحاربة في سوريا. فرانسوا هولاند، اعتنق الإسلام فهذا يحمي روحك من جحيم النار، أبعد نفسك عن حلفائك اليهود والأمريكيين، أخرج قواتك من مالي وتوقف عن محاربة الإسلام والمسلمين. أما والدا الشابين فامتزجت لديهما مشاعر السخط والألم. طوال الأشهر التسعة التي قضاها ابني في سوريا يقاتل قوات الرئيس بشار الأسد تمكنت من الاتصال به بمعدل مرة في الأسبوع، بدا لي بصحة جيدة، كان يتكلم عن أخوته المسلمين الذين يعاملوه معاملة حسنة. لقد أبلغت السلطات الفرنسية بسفرهما إلى سوريا فلم يتصل بي أحد، فقط وصلتني رسالة تعلمني بأن وزارة الخارجية والداخلية صارتا على علم بهذا الملف. ووعدت الوالدة بأنها ستتحرك كي تدفع السلطات إلى مكافحة الذين يعملون على تجنيد الشبان، فيما دعت العائلات الأخرى إلى التحرك.
أما وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس فيقول إن هذه الظاهرة غير مسبوقة بحجمها، وقد أحصى في كانون الأول أكثر من 200 شاب فرنسي جهادي يقاتلون في سوريا، وأكثر من 70 أو 80 هم في طور الانتقال إليها، إضافة إلى 15 قتلوا فيها و100 ينوون التوجه إلى هناك. المقاتلون الأجانب يتوافدون من كل حدب وصوب إلى سوريا. 15,000 مقاتل أجنبي يقاتلون في سوريا، والعدد تصاعدي إذا ما جمعنا الأرقام التي تتناولها دراسات مختلفة منذ سنة إلى اليوم، والتي معظمها لا ينقص عن 11,000 ولا يزيد عن 15,000. وما هو لافت بحسب ما ورد في آخر الدراسات التي أجراها المركز الدولي لدراسة التطرف في لندن أن هؤلاء المقاتلين توافدوا من 70 دولة تقريبا، وتركز هذه الدراسة كما بقية الدراسات على انتمائهم الطائفي بين السنة والشيعة، معتمدة على التصنيف التقليدي مقاتلين للدفاع عن بشار الأسد ومقاتلين مع المجموعات الإسلامية ضد بشار الأسد. وإذا كانت النسبة الأعلى تتوافد من الدول العربية فلأوروبا حصة كبيرة أيضا، إذ يشكل العرب والأوروبيون نسبة 80% من المقاتلين. وتعتبر النسبة الأعلى لتصدير المقاتلين من 5 دول عربية، تترأس القائمة الأردن، تليها السعودية، ثم تونس ولبنان الذي يعتبر مقاتلو حزب الله، وهم النسبة الأعلى من اللبنانيين الذين يقاتلون في سوريا صمام أمان للنظام السوري. وإذا كان حزب الله يقاتل علانية في سوريا، فإن هناك مجموعات تقصد الجهاد في بلاد الشام وتنطلق من الشمال وأقاصي البقاع، وبعضها يتخذ الطابع السري ولا يكشف عنه إلا عند وقوع حوادث ككمين تل كلخ. أما ليبيا فيتضاءل العدد من بداية الأحداث الأمنية في سوريا، وذلك لخلافات عدة مع المجموعات القتالية السورية. أما العراق فيتفوق بتصدير مقاتلين للجهتين في سوريا، النظام والمجموعات المسلحة. وقد اعتبر المقاتلون العراقيون قدوة في القتال للمعارضة السورية المسلحة، وذلك لقدراتهم القتالية العالية. هذا ويتوافد مقاتلون من دول البلقان والقوقاز، الولايات المتحدة وكندا وجنوب شرق آسيا، ومعظمهم يتخذون من تركيا خط العبور لتخطي الحدود إلى الداخل السوري. In a state of being a soldier, I don't know, a soldier of Allah. وتؤكد الدراسات أن عدد الشباب الذين يأتون من أوروبا الغربية للقتال ضد بشار الأسد تضاعف 3 مرات خلال عامين، إذ وصل في نهاية عام 2013 إلى 1900 مقاتل، معظمهم من فرنسا، لندن وبلجيكا. من كل حدب وصوب ومن كافة الجنسيات والعقائد يتوافدون إلى أرض الشام في تدفق لا يتوقف، بل في تضاعف مستمر، وكأن حربا عالمية مصغرة تجري أو تجرب هناك، ترعاها مخابرات إقليمية وغربية وتباركها دول العالم. أول طفل يولد في غزة بنطفة أسير مهربة، تقرير من القطاع لمحمد المدهون. رعاية خاصة وازدحام غير عادي في هذه الغرفة في مستشفى الخدمة العامة في غزة. هنا ترقد السيدة هناء زوجة الأسير تامر الزعانين، وقد وضعت مولودهما البكر الحسن كأول زوجة أسير في قطاع غزة تتمكن من ممارسة حقها في الإنجاب بعد خضوعها لعملية تلقيح صناعي لنطفة هربها زوجها من السجن. هذه خطوة تحدي وإصرار وصمود على البقاء في هذه الحياة. يعني إحنا برغم الأسر وبرغم الاعتقال وبرغم المعاناة اللي بنعانيها، إلا إنه أبنائنا يعني بتحدوا وبنجبوا، أبنائنا داخل الأسر وبناتنا بنجبن وهن بخارج الأسر. يغيب والد الطفل جسدا ويحضر صورة معلقة على الجدار. الزعانين أسر نهاية عام 2006 بعد عرسه بشهرين ونصف، وحكم بالسجن 12 عاما. نجاح عدة عمليات تهريب للنطف لأسرى الضفة الغربية ألهمه لتكرار التجربة، رغم ما يعتري ذلك من صعوبة أكبر بسبب الإغلاق والحصار على قطاع غزة.
بعد الولادة مباشرة أخو الأسير وأمه بلغوا أنه تم ولادة الطفل الحسن وأنه بتمتع بصحة جيدة. فمجرد ما سمع الخبر يعني من قبل أسير تامر الزعانين قال بكيت وحبيت أني أنا أكون معاك في هذه اللحظة. تهريب النطفة من السجن استغرق 7 ساعات ويجيء ميلاد الطفل متزامنا مع قضاء والده عامه 7 في السجون. الحمد لله رب العالمين رفعنا من معنوياته والحمد لله احنا حيينا اولادنا وهم داخل الاسر والحمد لله هيهم انجب غصبا عن السجن والسجان وغصبا عنهم من وراء القضبان كمان والحمد لله رب العالمين. احنا بنعزز هذه الخطوه وبنثمنها وان شاء الله كل اسير بقدم على هذه الخطوه الله يبارك له ويرزقه بالحسن مثل الحسن. هذه الحالة إذن هي الأولى في قطاع غزة، لكن العارفين يقولون إن حالات أخرى ستليها وأقربها ستكون بعد 2 من الآن. في نوفمبر من عام 2018 تنتهي محكومية الأسير تامر الزعانين، يومها سيخرج من الأسر ليجد ابنه الحسن أول مستقبليه والفرحين بتحرره. لا شيء يعادل فرحة أسير بحريته سوى فرحته بذريته. محمد المدهون، قناة الجديد، غزة، فلسطين. نحييكم من جديد وننتقل إلى النشرة الفنية التي أعدها زميل شادي خليفة. شكرا سمر ومساء الخير. خلاف شمس الغنية نجوى كرم والموسيقار ملحم بركات شغل الرأي العام والصحافة وحتى نشرات الأخبار، من بعد ما استدان ملحم بركات أكثر من 400,000 دولار من نجوى كرم ومرد طالبوا شقيقا أولى فيهم. فكبر الخلاف بين الطرفين. ملحم بركات نفق أنه يكون لنجوى أي مستحقات مالية عنده واشتكى على شقيقة بجرم التهجم عليه وشهر سلاح حرب بوجهه. الفصل الأخير بهالقضية مع وثائق ومستندات حصرية للجديد بتبين أنه ملحم بركات دفع 300,000 دولار وأسقط حقه عن أولى كرم لتكون الفائزة بالحرب نجوى كرم. وبناء على هالشي شو بتعلق من بعد ما خرجت عن صمتها للمرة الأولى ببيان؟ كل التفاصيل منتبعها سوا. هي غلطت معي. شوف كيف مبلشين هلأ رح نتهبج هلأ يعني هلأ لحد هلأ أنا عطول غلطانة وشعاره هو أنه دايما على حق ودايما أنا على غلط. وصلنا إلى الفصل الأخير في خلاف نجوى كرم وملحم بركات ليكون لمصلحة نجوى من خلال خطوتين قام بهما بركات، تمثلا برد مبلغ قيمته 300,000 دولار لكرم والتراجع وإسقاط حقه ضد شقيقها أولى كرم بعدما تقدم بشكوى ضده في فصيلة الدرك في ريفون بتهمة التهجم عليه وإشهار سلاح حربي بوجهه. والحكاية تعود إلى 3 سنوات مضت خلال جولة فنية لملحم بركات ونجوى كرم في أمريكا حيث قررا الاستثمار في العقارات. حينها طلب بركات من نجوى أن تدينه مبلغا قيمته أكثر من 400,000 دولار على أن يعيده إليها في بيروت حال عودتهما. مرت الأيام ولم يرد الموسيقار الدين ليتدخل أولى كرم مطالبا بحق شقيقته. فرفع الموسيقار شكوى ونفى أن يكون لنجوى في ذمته أي دين، متسائل إن كان هناك من مستند قانوني يؤكد ذلك. قلت له خير إن شاء الله. قال لي عم تتهرب منا؟ قلت له مش كيف يعني أتهرب منكم؟ قال شو بدنا نعمل بالمصريات؟ قلت له أي مصريات؟ قال لي تبع نجوى. قلت له نجوى بدها مني مصاري؟ قال إيه. قلت له معك إثبات أنت إنه نجوى بدها مني مصاري؟ قال لي في إثبات ولا في إثبات مصاري؟ قلت له جيب لي إثبات وتاخذوا. إذا إلى مصاري معي تاخذوا، أنا ما باكل مصاري أحدا. إذا بده مصاري تتشكى أخي علي، أنا هلأ اثنين بعش بدي أتفهم أنا وياه على المصاري. في قضاء يا أخي، أنا تحت القضاء، شو بيحكم القضاء؟ أنا حاضر، تتشكى علي إذا عندي إثباتات أنه بده مني مصاري. لكن ملحم بركات نقض كلامه من خلال تحرير تشاك بتاريخ 8/1/2014 قيمته 300,000 دولار. حصلنا على صورة عنه وعلى صورة المحضر الذي أسقط فيه حقه عن أولى كرم ورفاقه بجرم التهجم عليه وشهر السلاح بوجهه. نجوى كرم امتنعت عن التصريح طيلة فترة اشتعال القضية لتخرج الآن عن صمتها ببيان جاء فيه: خرجت عن الصمت عندما حق الحق، لو
لو أن الأستاذ ملحم بركات كان قد أقدم على هذه الخطوة منذ 3 سنوات لما كنا وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم. كانت حكمتنا منذ اليوم الأول للمشكلة تقودنا إلى عدم الانجراف لمعركة نحن بغنى عنها، لكن وبعد تدخل محبين للبنان وفنه استطاعوا أن يوقفوا بمحبتهم وكرمهم مجزرة الأخلاق لدفع المبلغ والتنازل عن شكوى بركات ضد أولى كرم كرم. لذلك وبعد الصمت أردت وكما تعودت أن أحافظ على مصداقيتي عبر إعلاني أن صاحب الحق سلطان، ومن يكون الحق سيده وهدفه يولد كبيرا ويموت كبيرا. وأنهت نجوى كرم بيانها قائلة: أختم بياني بما علمني إياه أبي والمعلم عاصر الرحباني عن لسان غربة في جبال الصوان، قال لي بي قبل ما يموت الحق ما بيموت، والاثنان الأخيران لم يعرف الكذب يوما. بشدد انه بحسب معلوماتنا الخاصه هيدا الفصل الاخير من الخلاف بين نجوى كرم وملحم بركات، ولكن هالشي ما بيعني انه تم الصلح بين الطرفين. ومنتابع اخبارنا وبالبانوراما الفنيه، اماليا ابي صالح بالعنايه الفائقه، وثيقه زواج تكشف زواج رويدة عطيه سرا من خريج ارب ايدل عبد الكريم حمدان، اصاله بتنفي دعم داعش، وبنت ويتي هيوستن تزوجت شقيقه. ترقد الممثلة القديرة أماليا أبي صالح في مستشفى بهمن حيث تتواجد في العناية الفائقة بعد تدهور صحتها إثر التهاب قوي أصاب رئتيها. وضع أماليا مستقر نسبيا رغم أنها فاقدة للوعي، وأكدت أسرتها أنها تتواجد منذ فترة في المستشفى حيث تنتقل بين العناية الفائقة والغرف العادية حسب حالتها الصحية. تأكد خبر زواج رويدة عطية من ابن بلدها خريج برنامج أرب أيدل عبد الكريم حمدان، وذلك بعد ظهور وثيقة زواج رسمية من المحكمة الشرعية السنية في بيروت تثبت الزواج. وثيقة الزواج تحمل توقيع قاضي بيروت الشرعي الشيخ بهيج غزاوي، وسجلت في المحكمة بتاريخ 14 تشرين الأول الماضي، وتؤكد أن الزواج تم في 8 منه. لكن السؤال يبقى: لماذا حرصت رويدة على إخفاء زواجها من عبد الكريم حمدان؟ وهل صحيح أن المقربين منها لم يوافقوا على هذا الزواج نظرا إلى فارق العمر بينهما؟ نقل تصريح عن لسان أصالة نصري أثار ضجة كبيرة، حيث قيل إنها صرحت أن تنظيم داعش ليس إرهابيا وإنهم يقطعون الرؤوس بالحق، ويأتي ذلك في ظل خوض العراق لمعارك في صحراء الأنبار في إطار حملة عسكرية واسعة لطرد مسلحي داعش من تلك المنطقة المتاخمة للحدود السورية. أصالة خرجت عن صمتها وأكدت أن كل هذا الكلام مجرد شائعات، وأنه جرى تركيب ذلك عن لسانها بهدف الإساءة إليها لا أكثر ولا أقل. أكدت ابنة النجمة الراحلة ويتني هيوستن بوبي كريستينا براون أن علاقتها بنيك جوردن قد تحولت من علاقة أخ وأخت بالتبني إلى علاقة زوج وزوجة، مشيرة إلى أنها حصلت على إذن من جدتها التي أصبحت وصية عليها بعد وفاة والدتها. وكانت قد تعرضت علاقة بوبي بجوردن للعديد من الانتقادات باعتبارهما شقيقان ولو بالتبني، وذلك بعدما أعلنا عن حبهما لبعضهما البعض وعن زواجهما مؤخراً. هيدي كانت أخبارنا بنشرتنا الفنية لليلة. أنا برجع بلتقي فيكن مساء بكرة بنشرة فنية جديدة مع أخبار جديدة. تصبحوا على ألف خير. كان في النشرة علي حسن خليل الجديد. نقترب من الوصول إلى حكومة جامعة. أصبح واضح لدى كل القوى الأساسية بالسير بحكومة جامعة. وبري يبحث مع جنبلاط مساعي التأليف. لافروف يلتقي كلا من الحريري والجربة. أصدقاء سوريا يحثون الائتلاف على المشاركة في جنيف. وظريف من لبنان: نسعى إلى إقامة أفضل العلاقات الأخوية مع هذه المملكة. الجديد يجول في مخيمات الأكراد السوريين في أربيل. هون يعني أكثر من تركيا من لبنان في أمان. كان في النشرة الفصل الأخير من خلاف نجوى ملحم $300,000. كان هذا كل شيء لهذا اليوم. شكرا للمتابعة وتصبحون على خير.